خليني اخونا نبيل الحاجي القيادي في التيار الديمقراطي. عسلامة سي نبيل. اهلا وسهلا، تحية ليك في اليات ولجميع المستمعين. شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية سي نبيل. التفاعل الاول مع قرار رئيس الجمهورية؟ باش نعطيك تفاعل نبيل الحاجي، خاطر هيك الحزب ما اشتغلتش ما تداولتش في الموضوع. الحاجة الاولى اللي ستون بريمير في تونس وقلته في العالم العربي، مرأة رئيس حكومة. وانا على المستوى الشخصي سي دوبل مون، معناها حاجه، خاطر مدام نجله كانت استاذ في اليمين. ممتاز، دونك استاذك ولات رئيس حكومه، وهذه حاجه باهيه بالضبط. لكن الخايب انه اول مره نعينه رئيس حكومه لمحل اللي نسبته رئيس وزراء ولا رئيس حكومه ما نعرفوش، انها كان رئيس، معناها للاسف اول مره تعين مره رئيس وزراء الحكومة بطريقة غير دستورية. هذا لو بيمول. الباقي ننتظر دائما خريطة طريق، وننتظر البرنامج، وننتظر الأفاق الزمنية والإجرائية. نبيل الحاجي، في الأثناء البارح أنتم من بعد ندوة الصحفية، أنتم وأفاق والتكتل الجمهوري قدمتوا نفسكم تقريبا كبديل وكحاضنة لإمكانية التشاور مع رئيس الجمهورية. اليوم يمشي قدما رئيس الجمهورية في تعيين رئيسة حكومة، ويبدو أنه غير معني رئيس الجمهورية بالتشاركية مع أي طرف سياسي كان. يبدو ذلك الحقيقة على قيل اليوم، حتى بعد 60 يوم حتى طرف سياسي ما تم تشريفه ولا استشارته وحتى استماع عليه. أكثر من هكا حتى الأسراء المنظمات على قيل الشهر الأخراني تقريبا غياب تام، يعني الاتحاد التواصل التي كانوا بو الحقيقة من الأيام الأولى كثرت بعض الاجتماعات ثم لم نعدنا. سنبيل اليوم في الخطاب بتاع رئيس الجمهورية أنه تم إثارات احنا شخصيا نسمنوها مكافحة التسادي في الإثارات، لكن ننتظروا كما قلت لك، ننتظروا الفعل، ننتظروا البرنامج، ننتظروا الإنجاز، وننتظروا أيضا تركيبة الحكومة اللي منطقية منطقيا بالامر 117 شكلها الرئيس مش رئيس مش. هذا حكينا فيه، حبيت ناخذ رايك باركونتر في حاجه اخرى. كان بحذايا سي قيس الان ومازال بحذايا سي قيس القروي، واللي يقول انه على حد تقديره قريب من رئيس الجمهوريه، ويقول على حد تقديره حد شيء ما هو باش يصير قبل 2024، اعاده صياغه نظام انتخابي، اعاده صياغه ابواب في الدستور. الحكومه هذه موجوده الى حدود انتهاء الاحكام الاستثنائيه، وان الاحكام الاستثنائيه قد لا تنتهي قبل 2024 انتخابات قادمه. هو لغويا استثنائيه معناها من لا تدوم في الزمن. كان 2024 راهي ما عادش استثنائيه، راهي دائما. واحد السيد قيس محترم في تعريفه لنفسه ما عرفش علاش نقد على الحقبه اللي كان فيها في المؤتمر من اجل الجمهوريه. بقش علينا فيه، لكن انا اللي يهمني في الاخر البرنامج الانتخابي والديمقراطيه هذه الجديده اكثر من الباقي، خاطر واضح انه الامر بيد رئيس الجمهوريه يوفيها وقت يحب هو، قال لك لغايه شعر لاحق 2024 2030 نهار اللي قرر هو باش ينهيها تو ينهيها، حتى حد ما عنده سلطه عليه للاسف. باهي سؤالي انا، معناها مستثمر حاجات معناها كي تيكي في المخ، معناها تو نظام قاعدي وعمادات وبعد فرعه وش علينا في كيس فرعه، اما او ميم تو في الدستور باش نردوه رئيس. يا اخي نحبوا صوت القواعد والشعب والطبقات المهمشه، نحبوهم هما يحكموا، ولا نحبوا شخص واحد ويحكم يمتلك كل السلطه المنفوذه؟ سي كونتراديكتوار في البرنامج اللي كان يحكي فيه. معناها ناس منتخبه من لوطه باش تمثل سوا ديزون طبقات الاحرار، اما او ميم تو فما واحد حاكم بامر. انت اعمل السياسات اللي تحب عليها كلها في المحليه والجهويه، يسمى المركزيه وباش يعطيك بتجي وباش يعطيك موظفين وباش يعطيك تحب، ما تنجمش تنفش نثبتوا اختاروا. معناها السيستم الانتخابي اللي يحكي عليه منطقيا يناسبه نظام برلماني بشكل الناس اللي طلعت من الابسيلون نتاع المجتمع، معناها من البتيت في اخر المطاف تخرج رئيس منها هي تحيه ولا هي تحكم، معناها مش يجي شخص، خاطر يفو با بونسي كو قيس سعيد ولا امثال قيس سعيد اللي معجبين بقيس سعيد
يكون ديما هو المنتخب راه ناس واحد كيما نبيل القروي مثلا وينسف وينسف النظام الانتخابي الكل من اول جديد. باهي سي نبيل شكرا لك على سرعه التفاعل، انا نوعدك ان تكون موجود بحذانا وانت من الناس اللي موجودين بحذانا الحقيقه في اكثر من فرصه. شكرا لك على التدخل.